السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عارفين القوة الهائلة الاكسل وجوجل شيت اللي ما حدش يقدر يستغنى عنها سواء مهندسين او دكاترة. فهنشوف دلوقتي ثلاث ادوات بيحطوا الذكاء الاصطناعي جوه التولز ديت، فبيبقى قوة خارقة رهيبة جدا. طيب اول اداة معانا اللي هي شيت اي اي، ده تقدر ان انت تسطبه جوه الجوجل شيت. خلينا نبدأ ان احنا نشغله بالشكل دوت. تقدر تقول له تحط برومت يبدا ان هو يتعامل مع المعلومات، يعني البرومت اللي احنا ممكن نعمله على مثلا شات جي بي تي تقدر ان انت تكتبه هنا وتقول له مثلا هات لي معلومه معينه او احسب لي حاجه معينه، فيبدا ان هو يتعامل لك مع الداتا اللي موجوده وتقدر تسحب فيطبق كل الكلام على الكلام اللي موجود. تمام، فدي من ضمن المزايا القويه جدا. هتقول له شيت اي اي وبعد كده تختار مثلا تقول له انا عايز ليست لكل الداتا اللي موجودة هنا، فيبدأ ان هو يقولها لك. يعني ممكن تقول له مثلا ايه حط لي هنا كل العواصم اللي موجودة في العالم، فيبدأ ان هو يحطها لك. حط لي كل الدول اللي موجودة في العالم، فيبدأ ان هو يحطها لك. فبدل ما تروح لشات جي بي تي تاخد منه الداتا، لا هو خلاص بقى موجود جوه الجوجل شيت. تقدر تقول له انا عايزك تحط لي هنا كل اسامي الدول باسامي العملات بتاعتها باسامي العواصم بتاعتها باسامي الديون اللي عليها، كل الكلام ده يطلعه لك في ثواني. وقال له حط لي بقى الكاتيجوري فيتشر والبرايسنج والحاجات دي كلها. فبما عندك ذكاء صناعي تقدر تساله اي سؤال يبدا يجاوبك عليه. طبعا الداتا يعتبر زي كنز، ممكن تديله برومت وهو يبدا ان هو ياخد البرومت مثلا من هنا ويبدا ان هو يتعامل معاه. مثلا يبدا يصلح لك الاخطاء، بقى عندك حاجه تصلح لك الاخطاء والترجمه. يعني انت ممكن تقول له هنا ترجم لي الصف دوت، يبقى انت كل حاجه تكتبها بالانجليزي هو ترجمها لك العربي في ساعتها. هنا مثلا في كلام كتير هقول له هديني الايميل بس، يعني سيبك من الكلام ده كله انا عايز الايميل بس. طيب ممكن اقول له برضو اعمل لي الصور، يعني اقول له البرومت هنا بيقول له مثلا اعمل لي صوره كذا واحد بيضحك مع ماسك ورده وبتاع، فهو يبدا يعمل لك الصور اللي انت عايزها. فبقى عندك اي حاجه تكتبها هنا هيبدا ان هو يعمل لك الصور في العمود اللي جنبيه. جاب لك اليو ار ال هنا بقى هيعمل الصوره نفسها. فتولز قوية جدا، مجرد ان انت تسأل يبدأ ان هو يجاوبك. طيب دي برضو اداة تانية نفس الفكرة، تقدر ان انت تديله اي برومت. هنا مثلا تقول له اعمل لي صورة زرافة، فيبدأ ان هو يعمل لك صورة زرافة. ممكن بدل ما تقعد بقى تكتب قاعدة اف وبتاع ممكن تكتبها بالانجليزي كده، اعمل لي كذا كذا كذا، فهو يبدأ يعمل لك كل اللي انت عايزه. والأداة رقم ثلاثة تبدأ تقول له بقى ايه، مش تقعد تقول له اجمع لي كولوم كذا، لا ده هو انت تبص بتكتب كأنك بتكتب انجليزي بدل ما تستعمل الحاجات اللي انت كنت بتستعملها زمان، المعادلات اللي ممكن تكون معقدة. بدل ما تكتب الفيجوال بيزك ابلكيشن كود هو بقى يبدأ ان هو يعمله لك او يساعدك في ان هو يتعمل، فأصبح الموضوع سهل. وتقدر تسطبه جوه الكروم، تقدر تستخدمه فري. تمام، هيعمل لك خمس معادلات محدود شوية لكن البرو هيكون مفتوح معاك. فأتمنى الأدوات دي تفيدكم إن شاء الله. هو بيشتغل على الإكسل وعلى جوجل شيت.